اتفضل يا فندم. مساء الخير على حضراتكم، مبسوط جدا ان انا موجود النهارده معاكم. جو جميل، ويعني بصراحه يعني الجوله اللي انا شفتها النهارده مخلياني احمل طاقه ايجابيه كبيره. يعني من كام سنه كانت المنطقه دي عباره عن مجرد صحراء، النهارده انا شايف فيها عمارات وشايف فيها مساكن وشاليهات، شايف فيها طلب وخلق لوظائف وطلب على انشطه تجاريه، شايف فيها شباب بيمارس انشطه رياضيه كتير، شايف الرجل والحياه بدات تدب في منطقه احنا قدرنا يعني من خلال تحركات بسيطه جدا قدرنا ان احنا نخلق هذا الموضوع. بس احنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم قوي، ازاي قدرنا نعمل حاجة زي العالمين؟ يعني من خلال موقعي كوزير للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتحديدا علشان التواصل السياسي لازم اقول ان احنا ما قدرناش نقف في المنطقة دي دلوقتي ونشوف الاجواء دي الا بسبب عدد من العناصر. رقم واحد ان احنا عندنا استقرار امني واستقرار سياسي. رقم اتنين عندنا خطة للمستقبل. رقم ثلاثة ان احنا حاطين التنمية الشاملة في يعني مخططاتنا وقادرين وراغبين على تنفيذ التنمية الشاملة. والحقيقة ان مش ممكن العوامل دي كانت تتحقق الا بإرادة سياسية صلبة، واسمحوا لي ان انا اتوجه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير، ودي الحقيقه مش مجرد شعار بيتقال، ده عمل دؤوب شفناه مش في العالمين بس، انما شفناه في مناطق كتيره جدا. يعني لولا الاستقرار الذي تمتعت به هذه البلاد من وراء اراده سياسيه حقيقيه ما كانش ممكن طوبه واحده تتبني في هذا الموضوع. طبعا بشكر صديقي واخي عمرو بيه الفقي والشركه المتحده على هذه الفعاليات، اصطحبونا النهارده في جوله شفنا فيها معالم مدينه زي ما قلت لحضراتكم ما كانتش موجوده من كام سنه، زي ما عمرو بيه كان بيقول لي كانت عباره عن حقل الغام، ده حقيقي ما كانش فيه اكتر من الرمل والالغام. النهارده بقينا شفنا علامات تجارية كبيرة، شفنا فنادق محترمة، شفنا طبعا الجو الجميل الرائع اللي احنا ما ينفعش ان احنا نفوته، ألوان المية اللي مش موجودة في حتة في العالم غير هنا. احنا يعني لازم نتقدم للشركة المتحدة وأطقمها على ان هم قدروا يسلطوا الضوء على هذه المدينة وقدروا يعرفوا المواطن المصري ان في مدينة ساحرة جديرة بالزيارة اسمها مدينة العالمين. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. حابب ان انا اتكلم معاكم عن وزارتي، وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي. الشؤون النيابية زي ما حضراتكم عارفين ان في سلطة تشريعية ممثلة في غرفتي البرلمان، وفي سلطة تنفيذية ممثلة في الحكومة، وفي علاقات متبادلة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. حلقة الوصل ما بين السلطتين هو العبد الفقير وزير الشؤون النيابية. طبعا هذا التعاون بيتم من خلال القوانين واللوائح والقرارات والبرامج الحكومية، ففي شق قانوني مهم جدا احنا بنقوم به بالتعاون مع غرفتي البرلمان. اللي أنا حابب أأكد عليه النهاردة حقيبة التواصل السياسي. حقيبة التواصل السياسي هي حقيبة مستحدثة، ما كانتش موجودة بهذا المسمى في الوزارات المصرية من قبل. طب يعني إيه التواصل السياسي؟ الأول علشان أولا دستوريا الذي ينشئ الحقائب الوزارية ويضمها ويفكها ده اختصاص السيد رئيس الجمهورية، فبالتالي معنى أن السيد الرئيس يخصص حقيبة تحت مسمى التواصل السياسي لازم نفهم ده ان دي اشارة سياسية
لمزيد من الانفتاح وإيجاد قنوات تواصل مستدامة ما بين القاعدة الشعبية وما بين القيادة وما بين أجهزة الحكم. الحقيقة أن تجربة التواصل السياسي ما هياش وليدة النهاردة. إحنا عندنا تجربة بقالنا 3 سنين بنمارسها اسمها الحوار الوطني المصري. الحوار الوطني المصري مبادرة رئاسية دعا فيها السيد الرئيس كل فئات الشعب المصري إن هم يجتمعوا ويتناقشوا ليرتبوا أولويات العمل الوطني في المستقبل، في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات المجتمعية. الحقيقة إن هذه الآلية لولا الدعم الذي حظيت به من السيد الرئيس كانت طبعا يعني كان ممكن ما تبقاش بنفس الزخم وبنفس القوة. الحقيقة كان الناس المختلفين دول كانوا قاعدين متشككين في بعض، ما كانوش عارفين هم يعني هيتعاملوا مع بعض ازاي. لما قعدوا مع بعض واتناقشوا في المشكلات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية قدروا يعرفوا أن ما يجمعهم ويشتركون فيه أكتر بكتير من الحاجات اللي هم مختلفين عليها. علشان كده كان الشعار العبقري بتاع الحوار الوطني مساحات مشتركة، الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. الحوار الوطني أخرج عدد من المخرجات. المرحلة الأولى كان فيها مخرجات كثيرة جدا، كان فيه عندنا حوار اقتصادي. الحقيقة لابد أن أنا أشيد قبل ما أبقى وزير بتجاوب الحكومة مع مخرجات الحوار الوطني، وأنا لما بعد ما كلفت وشرفت بالحقيبة الوزارية الحقيقة من أول المهام اللي أنا مكلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني. الحوار الوطني منذ أيام بسيطة رفع لمقام السيد الرئيس يعني قضية مهمة جدا، قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وده الحقيقة انتصار جديد لملف حقوق الإنسان. احنا بنشتغل في هذا الموضوع بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري. احنا بنفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل، مفهوم متكامل. حقوق الإنسان بالمناسبة مش مجرد حقوق مدنية ولا حقوق سياسية فقط، حقوق الإنسان حقوق اقتصادية وحقوق مجتمعية. أنا مش قادر أفهم اللي بيتكلم عن الحقوق السياسية كيف يمكن أن يكون هناك حقوق سياسية من غير مجتمع آمن وبيئة آمنة؟ كيف يمكن أن تمارس حقوق مدنية من غير بنية تحتية تساعد على يعني ممارسة هذه الحقوق؟ كيف يمكن ممارسة أي نوع من أنواع الحقوق من غير النشاط الاجتماعي والنشاط الاقتصادي؟ الدولة المصرية بتنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة، برؤية متكاملة، وعارفين أن حقوق الإنسان هي عملية تراكمية، هي عملية تراكمية الممارسة فيها يعني بتتطور مع الوقت، وزي ما بيقولوا هي ongoing، عملية مستمرة، عملية مستمرة تطوير حقوق الإنسان. طبعا يعني لا يفوتني أن أنا أشير إلى أن التواصل السياسي بيخلق قناة مستدامة ما بين المواطن وما بين أجهزة الحكم، بيخلي المواطن مش مستقبل فقط أيضا مرسل، وبيخلي الحكومة مش مرسل فقط أيضا مستقبل. هي دي المعادلة باختصار. احنا حريصين على التواصل في وزارتنا مع جميع الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة داخل البرلمان أو غير ممثلة. احنا مكلفين بزيادة الممارسة الديمقراطية وتعمقها بالتعاون مع كل المؤسسات وكل الوزارات. احنا أيضا مكلفين بالتعاون المباشر وتطوير الحركة النقابية كحركة نقابية، وأيضا الاتحادات المهنية بأنواعها سواء يعني صناعات، تجار، مستثمرين، أي نوع آخر من الاتحادات. في وزارتنا بنول اهتمام خاص بالشباب والمرأة. ملف الشباب بالنسبة لنا ملف حيوي جدا، المجتمع المصري مجتمع شاب، بنتعاون فيه مع كل المؤسسات والوزارات المعنية، وأيضا مؤمنين أن المرأة 50% من المجتمع، فأنت يا إما هتعطل 50% من المجتمع يا إما هتخلي 50% من المجتمع ده نشط وفاعل ومنتج. وأظن
يعني زي ما حضراتكم شايفين العصر الذهبي للمرأة هو العصر الذي تعيشه الآن تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. آخر حاجة حابب أشير إليها علشان ما أطولش عليكم، إن من مخرجات الحوار الوطني كان في جزء ثقافي كبير، والحقيقة إن الجزء الثقافي الكبير ده كان موجه جزء منه للشركة المتحدة، واسمحوا لي أن أتقدم يعني أعيد الشكر لما رأيته الآن من تنظيم هذه الفعاليات. زي ما بيقولوا الصورة تتكلم، الشركة المتحدة قادرة على إنها تجعل الصورة تتكلم. أنا واحد من الناس ما جيتش العالمين قبل السنة دي، لكن تحت تأثير هذه الصورة قلت لازم أجي أشوف العالمين. في مشتركات كتيرة جدا مع الشركة المتحدة مع مخرجات الحوار الوطني. احنا طالبنا في الحوار الوطني في مخرجات المحور الثقافي أو لجنة الثقافة والهوية إن يبقى في برامج لاكتشاف المواهب، طالبنا أن يبقى في قناة حاضنة للمؤثرين المصريين، وأنا عارف أن حضراتكم شغالين على الملف ده بشكل كبير. إحنا يعني في بيننا وبين الشركة المتحدة كحوار وطني مشتركات كتيرة جدا، وبنشكركم على ما تم تنفيذه، وبندعوكم وبنتعاون معاكم في تنفيذ المتبقي إن شاء الله. متشكر شكرا جزيلا، أرجو أن أنا أكون أديت فكرة ولو بسيطة عن نشاط وزارتنا، وعبرت عن إعجابي بما رأيته في مدينة العالمين، هذه المدينة الساحرة التي أصبحت واقعا. أدعو يعني من لم يزر مدينة العالمين أن هو يجي ويزورها، هيستمتع وهيشوف جو تاني ما شافوش في أي حتة في مصر. شكرا جزيلا. أوي بكل سرور. نور إبراهيم من قناة سي بي سي، بنرحب بحضرتك معالي الوزير، وبنرحب بأستاذ عمرو الفيه. عايزين نعرف من حضرتك أولويات الأجندة التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الخامس إن شاء الله والمقرر لأكتوبر المقبل. لو كنت سألتني السؤال ده بكرة كنت جاوبت عليك، لأن أنا عندي الصبح إن شاء الله موعد مع دولة رئيس مجلس الوزراء للنقاش في الأجندة التشريعية. إن شاء الله في اجتماع الصبح مع دولة رئيس مجلس الوزراء هنا في العالمين، لكن خليني أقول لك محددات الأجندة التشريعية. رقم واحد برنامج الحكومة، رقم اثنين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، رقم ثلاثة القوانين المشتركة ما بين أكثر من وزارة. دي المحددات اللي احنا على أساسها بنعمل الأجندة التشريعية. الاقتصاد جزء كبير، التنمية جزء كبير، تنمية الحياة السياسية والتثقيف السياسي جزء من هذه الأجندة التشريعية، احنا ان شاء الله حريصين عليه، لكن لن استطيع ان اجيب بتفصيل اكتر الا بعد ما اخد يعني الكليرنس من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتعرض هذه الأجندة التشريعية على مجلس الوزراء الموقر ليقرها. سيادة المعالي الوزير، برحب بحضرتك وبرحب بالأستاذ عمرو. أنا محمد الجباس من قناة سي بي سي. أهمية ضم التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية والقانونية يا فندم. هي زي ما قلت لحضرتك هي حلقة من حلقات تطوير العمل السياسي. لازم نسأل نفسنا، مصر عملت الحوار الوطني من 3 سنين فقط ليه؟ احنا كنا بنمر بمرحلة صعبة جداً في عمر هذه الدولة. كنا بنواجه إرهاب، كان المؤسسات عندنا بعافية شوية، كانت محتاجة تقوية، الاقتصاد كان صعب، وإحنا كنا محتاجين بنية أساسية قوية نقدر ننطلق منها. ما كانش ممكن ده يحصل والناس قاعدة بتتكلم في السياسة والناس مختلفين مع بعض. عندما عاد لنا الاستقرار السياسي، عندما قضينا على الإرهاب، عندما استطعنا بناء المؤسسات، عندما بنينا البنية التحتية المتميزة بتاعتنا والأنشطة الاقتصادية. بالمناسبة وضعنا كان هيبقى أصعب بكتير لو كان الاقتصاد ما بقاش قوي، لأن الأزمات العالمية عصفت بدول كتير. انت قايم على رجلك دلوقتي وقادر تقاوم علشان عندك إجراءات اقتصادية حقيقية انت خدتها في الوقت اللي كان العالم ما بياخدهاش فيه. طيب، التواصل السياسي في هذه المرحلة بيأتي استكمال لجهود المراحل السابقة اللي زي الحوار الوطني وكل الأنشطة السياسية المماثلة. زي ما قلت لحضرتك،
التواصل السياسي هو فتح قناة مستدامة ما بين الحكومة وأجهزة الحكم والقاعدة الشعبية والقواعد الوسيطة، القواعد الوسيطة اللي هم ما بين الشعب المواطنين العاديين وأجهزة الحكم. رسالة سياسية واضحة لمزيد من الانفتاح، لمزيد من التواصل مع الناس، بيشجع على تطوير الرسالة دي تجربة الحوار الوطني الناجحة. احنا مكلفين بتطوير الحياة السياسية، مكلفين بضم عدد اكبر من الشباب للممارسة السياسية، يعني نعيد الزخم والتفاعل لمؤسسات الدولة اللي كانت ممكن في ظروف سابقة او في المرحلة الانتقالية حالت دون انها تعمل بالشكل المأمول. كل دي بتدخل ضمن حقيبة التواصل السياسي. مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا. ندى سرور، مراسلة اكسترا نيوز. في البداية، في ضوء الحوار الوطني، يعني رفع توصيات الحبس الاحتياطي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايضا جلسات متخصصة للحبس الاحتياطي، شهدت كافة حضور من كافة التيارات السياسية وذو الخبرة. من اول يوم احنا حددنا بعض القضايا لاولويات العمل الوطني، من ضمنها قضايا سياسية، من ضمن القضايا السياسية قضايا حريات عامة وحقوق إنسان. أنت في الحوار الوطني بتستمع لما يقوله الآخرون، وبدأنا نستمع من الجماعات الحقوقية أن في مشكلة في الحبس الاحتياطي، فأدرجناها على جدول الأعمال، جبنا الناس المتخصصين إيه مشكلة الحبس الاحتياطي، قدرنا أن احنا نحدد محاور لمسألة الحبس الاحتياطي. المحور الأولاني، إيه هي المدة القصوى للحبس الاحتياطي؟ المحور الثاني، إيه هي بدائل الحبس الاحتياطي؟ هل أنت لما تتهم بارتكاب جريمة أول قرار وكيل النيابة أو رئيس النيابة أو قاضي التحقيق بيقول حبس احتياطي، ولا في بدائل تتناسب مع الجريمة اللي أنت متهم بيها؟ طب ماذا يحدث لو أن الحبس الاحتياطي ده كان قرار المحكمة أثبتت أنه هو خطأ والراجل المتهم ده خد براءة؟ طب الراجل ده هل هيتم تعويضه؟ طب التعويض ده تعويض أدبي، تعويض مادي؟ طب الراجل ده لو فاته امتحان هيعمل ايه؟ طب الراجل ده لو اترفد من وظيفته هيعمل ايه؟ طيب مدة الحبس الاحتياطي دي لو في جريمة ورا جريمة المدة دي هتطول، طب هنتصرف معاها ازاي؟ طيب في حاجة اسمها المنع من السفر، دي كلها حاجات بيقتضيها التحقيق. طب في حاجات اسمها التصرف من الأموال، المنع من المؤقت من التصرف في الأموال. كل القضايا دي نوقشت من خلال الخبراء والمتخصصين، من خلال كل التيارات السياسية، قعدوا مع بعض في جلسة مغلقة ممتدة خدت أكتر من جلسة، وتناقشوا في القضايا دي وخلصوا لعدد من التوصيات. التوصيات زي ما حضراتكم عارفين أن الحوار الوطني لا يعتمد على تصويت، إنه هو بيعتمد على التوافق. يعني إيه التوافق؟ إن إحنا متفقين على هذا الحد الأدنى، يعني ما عندناش أغلبية وما عندناش أقلية. طيب ماذا لو اختلفنا؟ بنرفع للسيد رئيس الجمهورية التوصيات المتوافق عليها، وبنرفع ليه أيضا التوصيات اللي إحنا اختلفنا عليها، وإيه الآراء التي ثارت في شأنها. طب إيه العملية دي بتفيد بإيه؟ بتفيد إنها بتكشف أوجه الحقيقة من زواياها المختلفة للجميع. إحنا شرفنا بأن إحنا انتهينا من مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، ورفعنا عدد من التوصيات، رفعنا 20 توصية للسيد الرئيس للنظر فيها. زي ما أنتم عارفين أن صاحب يعني السلطة والاختصاص في توجيه مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية هو السيد رئيس الجمهورية. الجهد اللي عمله الحوار الوطني ده بيتكامل مع مجهود عدد من مؤسسات الدولة مستشعرة نفس المشكلة، ومن ضمنها طبعا مجلس النواب اللي هو بيناقش هذه القضية من ضمن قضايا أكبر في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد. سيادة المستشار محمود فوزي، أهلا بحضرتك في مدينة العالمين، وأستاذ عمرو الفيا أهلا بحضرتك وبكل الحضور. بالنسبة للحديث عن الحوار الوطني، من وجهة نظر حضرتك هل كانت العناصر الشبابية الموجودة لها تأثير في مجريات الحوار الوطني؟ وإزاي يمكن الوصول من وجهة نظر حضرتك للعناصر الشبابية اللي ما قدرتش إن هي تحضر للحوار الوطني بسبب الإقبال الكبير من كافة الجميع؟ طيب لن أكون مبالغا إذا قلت إن
لولا الشباب لو ما كانش نجح الحوار الوطني على أكتر من مستوى. على مستوى التنظيم أنا بقول لحضرتك الأمانة الفنية كلهم زملائي، أنا كنت يعني أنا رئيس الأمانة الفنية، 70 شاب وشابة هم اللي قاموا بتنظيم الحوار الوطني. وتنظيم الحوار الوطني لم يكن سهلا بل كان معقدا وفي إجراءات كتير. لولا جهدهم ولولا مثابرتهم ويعني خبرتهم اللي بقت متراكمة ما كناش قدرنا نطلع بهذا الشكل الممتاز في جلسات الحوار الوطني. رقم اتنين، المجتمع المصري مجتمع شاب والشباب فيه أغلبية، معظم الحضور في جلسات الحوار الوطني كنا حريصين على ان الشباب يبقى موجود، وبأمانة الشباب كان بيقدر يطلع افكار طيبة جدا، وكان حتى لو كان ممكن البعض ينظر لها انها افكار جريئة شوية، لكن انت تقدر من خلال شيء من التفكير تقدر تاخد جوهر الفكرة الجريئة دي وتستطيع انك تستفيد منها. الشباب محتاج ان هو يحتك، الشباب محتاج ان هو يستمع اليه، ومحتاج ان هو يبقى عارف ان هو جزء من بناء البلد، وده اللي حصل في الحوار الوطني. الحقيقة حالة الحوار السيد رئيس الجمهورية قال انها حالة يجب ان تستمر. اللي ما قدرش يشارك في الحوار الوطني بشخصه استطاع ان هو يناقش القضايا دي مع زمايله. وفي نفس الوقت خليني اقول لحضرتك ان احنا كنا في كثير من الاحيان وفي كثير من القضايا بنفتح استبيانات رأي للمشاركة، وبطبيعة الحال اللي بيقدر يتفاعل مع الأدوات التكنولوجية دي بشكل أكبر هو الشباب. أنا من خلال وزارتي بقول لحضراتكم إن أنا مكلف بتفاعل أكبر مع الشباب وإيلاء اهتمام أكبر بالشباب وبالمرأة، حريصين على إن مسألة الاستبيانات دي تزيد، مسألة استطلاعات رأي الشباب في القضايا تزيد. من كام يوم كان في عندنا اليوم العالمي للشباب، واحنا بشكل رمزي كده استضفنا مجموعة من الشباب علشان نقول ان وزارتنا من الوزارات الداعمة للشباب، وان شاء الله الايام القادمة هتشهد نشاط للوزارة متزايد بالتعاون مع الوزارات المختلفة ان شاء الله للشباب من الرجال والنساء ان شاء الله. سيادة الوزير برحب بحضرتك وبرحب بك يا استاذ عمر. انا محمد شاهين مراسل قناة سي بي سي، وحابب اسال سيادتك عن دور وتوجه الوزارة نحو تعزيز التواصل السياسي مع النقابات المهنية المصرية اللي بتضم شريحة كبيرة جدا من المصريين. شكرا جزيلا. سؤال انا بشكرك عليه. بص، في تجمعات بشرية، الاحزاب، النقابات، الجمعيات، دي كيانات دستورية يجب أن تكون فاعلة. كلما كان المجتمع نقاباته وأحزابه وجمعياته فاعلة كلما كان المجتمع حي، لأن كل واحدة من المؤسسات دي بتقوم بدور جوهري. إحنا في وزارتنا بنهتم بالحركة النقابية كحركة نقابية، بمعنى ما هي الهموم المشتركة للنقابات. إحنا عندنا حركة نقابية من أقدم الحركات النقابية في العالم، وعندنا مجتمع مدني قوي في مصر سواء من ناحية الأحزاب أو من ناحية الجمعيات أو من ناحية النقابات. زي ما حضرتك عارف إن في نقابات مهنية وفي نقابات عمالية. إحنا مش في وزارتنا، إحنا يعني مثلا نقابة الأطباء، أنا مش بتكلم مع نقابة الأطباء في تخصصها الطبي الدقيق، إنما بتكلم معاها في الهموم المشتركة بينها وبين نقابة مثلا الصيادلة، بينها وبين نقابة المهندسين، بينها وبين نقابة المحامين. أنا بتكلم على الحركة النقابية، كيف يمكن إعادة ضخ دماء أكثر وحيوية أكثر في الحركة النقابية. هو ده المقصود بالتواصل السياسي. مهم جدا أن يبقى في جهة واثنين وثلاثة لدى النقابات أنها تبقى عارفة أنها ممكن تتكلم معهم. ده برضو الكوميونيكيشن زي ما بيقولوا، التواصل مرسل ومستقبل. احنا حريصين على ان يبقى فيه اكتر من قناة فيها ارسال واكتر من قناة فيها استقبال. يا رب اكون كده جاوبت على سؤال حضرتك. يعني
حسن مجدي من اليوم السابع، برحب بحضرتك في مدينة العالمين. وحضرتك قررت كلمة الشباب أكتر من مرة في حديثك، فحابب حضرتك تقول لنا رؤية الوزارة لدعم الكيانات الشبابية السياسية، وكمان دورها في التواصل السياسي مع الشباب الراغبين في الدخول للعمل السياسي. التنمية السياسية جزء مهم جدا من عمل الوزارة. التنمية السياسية لن تتأتى إلا بالاحتكاك والتفاعل والتدريب. الحقيقة إن إحنا لازم نقول إن الشباب في مصر في المرحلة دي يعني بيعيش أيضا حقبة مميزة جدا، التمكين المبني على التأهيل. شفنا نواب محافظين، شفنا وزراء ونواب وزراء، شفنا نواب برلمان، شيوخ ومجلس نواب، الحقيقة في مناصب تنفيذية كتيرة جدا القيادة السياسية عبرت عن دعمها للشباب، أنشأت أكتر من مؤسسة ودعمت مؤسسات التدريب. والحقيقة أن يعني لازم أشيد بالدور المهم اللي بتعمله مؤسسات التدريب في مصر، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، استطاعت أن هي يعني تخلق كوادر مؤهلة، ومن خلال برامج شفافة وعلانية يستطيع كل شاب ان هو يقدم فيها ويتنافس على الالتحاق فيها. وبالمناسبة العدد الكبير اللي بيتقدم لها دليل على نجاح هذه البرامج. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الحاضنة الطبيعية لممارسة العمل العام هي المؤسسات التمثيلية، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، المحليات. المحليات من ضمن المؤسسات اللي بيتعلم فيها الشباب، والدستور احتفى بنسبة الشباب داخل المحليات، وده ان شاء الله يعني هيبقى من الحاجات اللي احنا هنركز عليها في المرحلة المقبلة، لان المحليات هي الحاضنة لنشاط الشباب، وفيها بيتعلم الشباب الإدارة العامة والقضايا العامة. صحيح على مستوى جغرافي ضيق، لكن المستوى الجغرافي الضيق ده القضايا اللي بتثور فيه هي نفس القضايا اللي بتثور في المستوى المركزي أو المستوى الأعم في الدولة. لكن بأكد إن إحنا بالتعاون مع كل الوزارات المعنية بنولي اهتمام خاص واهتمام كبير جدا بقضايا المرأة والشباب، باعتبار أن دول الشريحتين الأكثر تأثيراً في المجتمع المصري، وإحنا مكلفين بالتواصل الفعال والمستمر مع هاتين الفئتين. برحب بحضرتك تاني. برحب بيا تاني. برحب بحضرتك سيادة المستشار الأستاذ عمرو الفقي. أنا محمود جميل، مراسل القناة الأولى. سؤالي لحضرتك من خلال شق الاتصال السياسي، هل ممكن يكون في آلية للتواصل مع الكيانات الشبابية في المحافظات أو مع المواطنين بشكل عام، وإشراكهم في مختلف القضايا الخاصة بالحوار الوطني على مستوى المحافظات أو حتى في الكيانات الشبابية أو الأحزاب؟ شكرا. خلينا الأول نقول إن في فرق ما بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي. الاتصال السياسي دي إدارات موجودة من زمان في مصر، بتعتمد على أن عضو مجلس النواب بيطلب من الحكومة بعض الطلبات المتعلقة بأهالي دائرته، ده اسمه الاتصال السياسي. التواصل السياسي هو تواصل أعم وأشمل، وبيعتمد على الشباب والمرأة وجميع الفئات اللي هي ممكن تبقى أقل قليلا وممكن ما بتبقاش منظمة. طيب احنا هنشتغل في الوزارة، هنشتغل ان شاء الله على عدد من المستويات. هنشتغل على مستوى فئوي شباب مرأة، وهنشتغل على مستوى جغرافي. في وقت من الاوقات هنحاول ان احنا ننزل للمحافظات في بعض الفعاليات. كمان احنا عاوزين نزود اشتراك الشباب معانا من خلال فعاليات، يعني مثلا نماذج المحاكاة لازم الشباب يشترك فيها، هنتوسع في مسألة نماذج المحاكاة. الحلقات النقاشية، الحلقات التدريبية، البرامج، هتلاقي ان احنا في يعني في طبعا احنا لسه بادئين، لكن هتلاقي في المستقبل القريب هذه الفعاليات بدأت تتضح. بطبيعة الحال جلسات الحوار الوطني حريصين على ان يبقى في تمثيل يعني محترم وكبير للشباب فيها، وزي ما قلت لحضرتك ان احنا فعلا بنستفيد من الاراء بتاعتهم. فزي ما قلت لك على المستوى الجغرافي نازلين،
على المستوى القطاعي وعلى مستوى الحوار الوطني إن شاء الله مشاركة الشباب محفوظة بل إنها في زيادة. سيادة الوزير برحب بسيادتك عبد الرحمن الدرو مراسل قناة الحياة، برحب بسيادتك أستاذ عمرو. الحقيقة أنا بتكلم دلوقتي عن المحور الاجتماعي كأحد المحاور الأساسية للحوار الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة. برأيك أهمية مدينة العلمين الجديدة في توفير عدد كبير جدا من فرص العمل، يمكن ده بنشوفه في المشاريع الاستثمارية، وخاصة كمان مهرجان العلمين فتح الباب لاستقبال فرص عمل كتير جدا على أرض الواقع. كنت زمان كنت بقرأ مصطلح كده ما كنتش قادر أفهمه لأنه قانوني، خلق الوظائف. يعني خلق الوظائف مش قادر أفهم يعني خلق الوظائف. خلق الوظائف بيأتي عندما تقوم بافتتاح مشروعات جديدة، وكل ما كان الاقتصاد بيفتح مشروعات جديدة فبالتالي هو بيفتح فرص عمل جديدة، فبالتالي بيفتح بيوت وبيصرف على بيوت أو بيحسن دخول بيوت. اللي أنا شفته في العالمين النهاردة شاليهات، مولات، شقق سكنية، بنية تحتية، أعمال شاطئية ومهرجانات، كل دي بتحتاج ناس يشغلوها، واللي بيشتغل فيها المستثمر بيحط فلوس وبترجع له فلوس أكتر، واللي بيجي يشتغل بياخد مرتب والمرتب بيزيد. هو دي مسألة خلق الوظائف اللي أنا شفته. وزي ما أشرت في البداية من كام سنة كانت العالمين عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقبرة وحقل ألغام، مش كده ولا أنا غلطان؟ محدش يعرف العالمين غير بالمقابر بتاعة الحرب العالمية الثانية. نعتز بتاريخنا وكل حاجة لكن بنطوره. كل الأبراج اللي انتوا شايفينها، كل الشوارع وكل الميادين دي وكل الفاسيليتيز، المرافق اللي انت شايفها دي كلها، كل الأنشطة الشاطئية دي كلها، كل الطبيعة البديعة دي لازم حد يستثمرها ولازم حد يستفيد منها. الحقيقة إن أحلى ما في الموضوع إن هذا العمل بيتم بأيادي وأموال مصرية، والعمالة هنا مصرية، وإحنا حريصين زي ما دولة رئيس مجلس الوزراء أشار لأكثر من مرة إلى إن مدينة العالمين لا تكون مدينة موسمية إنما تكون مدينة ذات نشاط مستدام طوال العام. وده هيحصل، هيبقى في مدارس، هيبقى في معاهد، هيبقى في أحداث مستمرة طوال العام، هي إن شاء الله هتضمن إن الرجل تبقى موجودة على مدينة العالمين طوال العام إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك معالي الوزير وبشكركم جميعا. هنتوجه الآن للمسرح الروماني، بدعوكم جميعا معنا للمسرح الروماني، تفضل. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا.